يلا يا منار يلا بينا. يلا بينا على فين يا عسلية؟ مش تفهمني انت ناوي على ايه وجايبني في اني حتة؟ يلا هتنزلي وتعرفي. يلا عشان سيادة اللواء مستنينا جوه. نهار اسود ونيل، نهار اسود ونيل، انت هتسلمني؟ هي دي المجدعة والشهامة؟ اسلمك ايه بس يا منار؟ نسيت ان ابويا كان لواء؟ صحيح. ما هو طبيعي، واحد زيك ابوي كل لواء. امال هيسرح بعربيه حمص على الكورنيش؟ اني بهزر، اني بحب اهزر. طب يلا بينا. يلا طيب. اتفضل. ممكن تسمعني؟ اسامعك اهو. لا اوقف كده وركز مع امي، ابوس ايدك. حاضر اهو. ما تعتقني لوجه الله ونادر عليها والنادر دين، ادعي لك كل طلعه شمس ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا حسام يا ابن حواء وادم، زي ما وقفت لي وخلصتني من جابر. وعايزه تسيبيني وتروحي فين بقى منار؟ ما هو اني لو منار، ما هو ربنا ما هسيب، اني مش هي. تاني تاني يا منار. واني مش فاهمه انت ليه مش عايز تصدقني؟ مكتوب على وشك كذابه. لا مكتوب على وشك ان انت منار اللي انا بحبها، منار اللي عشت طول عمري عايز ابقى معاها، منار اللي مفيش حد في قلبي غيرها. ايوه ايوه يا جدعان على الكلام. ايه الكلام ده؟ وربنا ما كسفيك، مش انت دماغك مريحاك ومصدق انني منار؟ ماشي انت حر، بس بقى ما تجيش تقول لي كذبت عليا وخدعتيني والكلام بتاع حمو بيكا اللي بيقوله في اغانيه. انا قلت لك الصراحه وجبتها لك على بلاطه وانت اللي مش عايز تصدق. خلاص لا خلاص صدقت صدقت، بس ممكن يلا بينا. يلا يلا هاتي. ايه ده؟ اتفضلي يا منار اتفضلي. اتفضلي يا منار تعالي. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا حسام. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ ايه دي؟ دي منار يا بابا، انت نسيتها ولا ايه؟ انا عارف انها منار. امال ايه؟ تعالى عايزك. حاضر. اتفضلي يا منار، اتفضلي اتفضلي. تعالي تعالي خشي. اقعدي اقعدي. بقول لك ما تقوليش اي حاجة، مش دلوقتي. ها؟ اقعدي بس دلوقتي استريحي. اقعدي يا ماما. يلا انا ثواني وراجع لك. انا لو سمحتي شوفي منار تشربي. ايوه يا بابا. يا حسام جايب لنا مجرمة هربانة تقعدها معانا في البيت؟ يعني حضرتك صدقت كلام غادة برضه؟ أنا ماليش دعوة بكلام غادة، أنا بكلمك أنت رئاسة النائب. أنت عايز تستغل الحصانة وتتستر على مجرمة؟ يا بابا أبوك طول عمره بينفذ القانون، مش هيجي ابنه بقى على آخر الزمن ويخليه يتنازل عن مبادئه؟ ابنه لو عارف إنها مجرمة كان سلمها بنفسه. ده باعتبار إن أنت خبير أمني بقى؟ أنا قعدت 35 سنة بشوف أشكال وألوان من المجرمين، كنت بقبض عليهم وبحقق معاهم. أول حاجة كانوا بيعملوها يحلفوا إن هما ما عملوش حاجة، وعلى فكرة لما تشوفهم تقول فعلا شكلهم ما عملوش حاجة، لكن في الحقيقة كانوا بيبقوا هما اللي قتلوا. بس منار ما قتلتش، منار مريضة. أسهل حاجة على المجرم إنه يدعي المرض علشان يفلت من العقاب. خلاص يا بابا هجيب لك الروشتات، هجيب لك الأدوية. وعلى إيه؟ ممكن أخليك تكلم حد من الدكاترة اللي سألتهم عن حالتها وتتأكد منه بنفسك. أنا مش محتاج حد يأكد لي، أنا مقتنع باللي في عقلي. حضرتك مقتنع باللي قالته لك غادة؟ يا بابا أنت لو قعدت مع منار دقيقة واحدة هتعرف إنها مريضة، هي ما تقلقش إنها شخصية تانية. مجرد أعادي معاها في مخالفة للقانون، وأنا لا يمكن أسمح لنفسي إن أنا أخالف القانون، وأنت كمان أوعى تسمح لنفسك بكده.